دكتور محمد شافي أنطونيو من إندونيسيا. حاليا أنا رئيس الجامعة تزكية للاقتصاد الإسلامي وكذلك عضو مجلس الاقتصاد الوطني في إندونيسيا. تخرجت من جامعة ملبورن في أستراليا بدكتورة، وكذلك كنت أستاذا زائرا في جامعة أكسفورد في إنجلترا. وطبعا حاليا في إندونيسيا أقوم في استشارات في بنك المركزي وكذلك سلطة مالية إندونيسيا، وأشرف على بعض المصارف في دبي وكذلك في ماليزيا، وأدير بعض الشركات معظمها في إطار الاقتصاد الإسلامي. نحن كمسلمون نرى بأن التجارة أو بيزنس هو الجهاد. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فالتجارة هي جزء من الجهاد، وكذلك هي جزء من الحصول على المعيشة في الحياة. فلابد أن يجري هذا الجهاد وفق الشريعة الإسلامية، وكذلك ليس فقط في تجارتها وكذلك في تمويلها. عالم إسلامي نستطيع أن نقسمها مثلا بين الخليج، وكذلك في شمال أفريقيا، وكذلك في جنوب آسيا، جنوب شرق آسيا، وكذلك في أمريكا وأوروبا ثم أستراليا. فالحمد لله هذه الظاهرة طبعا بدأ من دول الخليج في السبعينات، وبالأدق من مصر في أواخر الستينات. فهذه الظاهرة انتقلت إلى باكستان ثم انتقلت إلى جنوب شرق آسيا. فالحمد لله حاليا البنوك والمصرف الإسلامية ليس فقط في دول الإسلامية، وإنما منتشرة كثيرا في دول الأوروبية. مثلا في إنجلترا أكثر من 16 مؤسسة مالية إسلامية، وكذلك في لوكسمبورغ، وكذلك في محافظة ساكسوني أنهالت في ألمانيا قد أصدروا صكوك قدرها أكثر من 100 مليون يورو في 2009 قبل أن تم إصدار قانون عن السكوك في إندونيسيا. أي نعم. وكذلك البنك المركزي لوكسمبورغ قد أصدر سكوك وكذلك القانون عن المالية الإسلامية قبل بعض الدول الإسلامية منها في شمال أفريقيا. فلابد أن ننظر إلى هذه القضية ليس فقط قضية دينية وإنما قضية تجارية، وهذه كذلك البشرى ورحمة من الإسلام للعالم أجمع. إن لابد أن ننظر بنظرة جديدة، ليس فقط نظرة ضيقة دينية تقليدية، وإنما هذه رحمة من الإسلام للعالم. هذه رحمة من الإسلام للعالم، سواء كان أنت بوذيا أو هندوسيا أو نصرانيا، وحتى أنت مجوسيا ويهود، إذا تريد أن تطبق ما وجد في كتابك المقدس لابد أن تجتنب من الربا. فهذا هو الحل. يعني اجتمعنا مع نصرانيين، اجتمعنا مع يهود في سناب الربا، فهذه هي نقطة اللقاء فيما بيننا. لذلك في جامعة هارفارد أنا قدمت درس، قلت لهم اقرأوا كتابكم المقدس، ستجدون الربا محرم، وكذلك في التوراة محرم، وكذلك في القرآن محرم. حتى الآن لم نجد ما يسمى بJewish Bank أو Christian Bank. الموجود هو البنك الإسلامي، البنك الرباوي. فهيا بنا. فحصلت حوار مع المدير العام الأول لبنك الإسلامي البريطاني. فللعجب أن المدير الأول للبنك الإسلامي البريطاني هو نصراني. أي نعم، أي نعم، في بريطانيا. ولكنه هو قال أنا نصراني، فمن واجبي أن أجتنب ربا، وأنا أشارك معكم في اجتناب الربا.
طبعا يا أختنا وكذلك المشاهدين الكرام، رجال العمل الكبير ما شاء الله فبهوى نعمة يمشون بأنفسهم ما يحتاج شيء، وكذلك متوسط رجال العمل يمشون على ما يرام، والأهم فالأهم هم الضعفاء الذين لا يستطيع أن يسير إلى البنوك والمصارف. فإذا تكلم عن التمويلات الاشتراكية، تمويلات مقاسمة في ربا الخسارة، وكذلك التمويلات الإسلامية، لابد أن نهتم بضعفائنا كما قال صلى الله عليه وسلم: من لم يهتم بأمر المسلم فليس منا. يعني من لم يهتم بضعفاء المسلمين في القرى، في مدن صغيرة تحت الفقر، من سينقذهم من الفقر؟ لا يمكن أن ننتظر رأسماليون وماركسيون، لا يمكن. نحن من أبناء البلاد، وهم يحبون أن يمشوا في تجارتهم وفق القرآن وفق السنة النبوية، فهي. فأنا أرى أن دعوتنا إليهم تجاه المصارف الإشراكية المشاركة، فهذه حقيقة دعوة إلى تقدم، دعوة إلى نشاط الاقتصادي، لأن هناك كثير من أبناء القرى في القرية يضعون فلوسهم تحت وسادة، لا يضعون في البنوك خوفا من الربا. هذا حصل في إندونيسيا، وحصل في ماليزيا، وحصل في بنغلاديش، وحصل في باكستان، وحتى في مصر. فبانفتاح البنوك الإسلامية أو بنوك الاشتراكية، فهذا سيجلب أكثر فأكثر الناس أن يضعوا فلوسهم في المصارف والمؤسسات المالية، وطبعا من خلاله ستحرك الاقتصاد البلد. الآن مثلا قروض، القروض يحصل على البيوت، هذا إسلامي هذا تقليدي، السعر هو هو، أين أن تختار؟ طبعا كل سيختار إسلامي، السعر هو والتقسيط هو هو، هذا إسلامي هذا تقليدي، هذا في سؤال في الآخرة، هذا ما في سؤال في الآخرة. يعني عقلية بسيطة جدا. ناس يحبون أن يسلموا في الدنيا وكذلك سلامة في الآخرة. يعني إن شاء الله. طبعا هناك تحديات، هناك تحديات، أحيانا تحديات قانونية، أحيانا تحديات من حيث رأس المال، أحيانا تحديات من حيث الوعي والثقافة بين الناس لم يصل بعد إلى مستوى، وكذلك التحديات من حيث الطاقة البشرية. أي نعم، لابد من التدريب، لابد من الاستشارات، لابد من الدراسة مقارنة، لابد من تحول من التقليدي إلى إسلامي، هذا طبعا بحاجة إلى 6 أشهر أو حتى سنة. ولكن من تجربتي في إندونيسيا، التحول يمكن أن يتم بأقل من 6 أشهر إلى 9 أشهر. الحمد لله بعون الله سبحانه وتعالى، قد قمت بالتدريب أكثر من 20,000 رجال البنوك، وساعدت طبعا مع فريق من جامعة التزكية، حولنا تقريبا 15 بنك تقليدي إلى إسلامي، وكذلك 7 مؤسسات التأمين من التقليدي إلى إسلامي، وقمنا كذلك بتمويلات الصغرى، إلى قدمنا إلى أكثر من 20,000 بيتا، يعني أسرة في ربوع الإندونيسيا. فشاركنا هذه الفكرة مع رجال أكاديمي، الحمد لله قمنا بمؤتمرات في جامعة محمد الخامس أغدال، وكذلك جامعة الأخوين في إفران، جامعة الملك سعدي في تطوان، وكذلك مع جامعة ابن طفيل في كنيطرة. الحمد لله يعني شاركنا معهم تجربة إندونيسيا، وحتى قد جاء إلينا نائب عميد كلية اقتصاد ودراسة القانونية جامعة محمد الخامس مع فريق من الأساتذة وكذلك طلبة ماجستير إلى إندونيسيا. أخذناهم إلى إندونيسيا قرابة 20 شخص، قدمنا لهم برنامج مكثف عن المالية الإسلامية، وأخذناهم إلى بنك مركزي إندونيسيا ومجلس العلماء إندونيسيا وكذلك سلطة مالية في إندونيسيا، والحمد لله هم فرحون بدراسة مقارنة. أولا هناك مثل: الجاهل عن الشيء فهو عدوه.
al-jahil anishay fahu aduhu. Man lam ya'rif laisa hunaka mahabbah. Okay. Fa ara anna fi Indonesia fi bidayatil amr takriban fi bidayati tis'inat misla hada fi khauf min kulli jihah. Al-hukuma fi khauf, rijalul bunuk fi khauf, rijalul amal fi khauf, wa kadalika akademi la ya'rif. Ini kulu ya khauf. Yani idha hunaka tamma ta'sis al-masraf al-islami sayatim ad-dujjah. Al-amru laysa bihadihi bihadal hajm. Yani taban hunaka mushkilatul umma wa mushkilatul maliyah kathira jiddan. Wa hadhi taban ibaru anil tajruba wa muasasa wahida. Wa laysa illa an nusa'ida qita' at-tijari fi husul ala at-tamwil. Wa kadhalika naftah majal liman yurid an yadu' ma lahum hasba at-tasharukiyah. La akthar wa la aqal. Aina. Walakin taban hadha yahtaj ila qita' al-qanuni. يحتاج إلى من من أصحاب الأموال أن يرضى بأن ماله سيتم على أساس المقاسمة في الربا والخسارة. وكذلك لابد أن نقوم بالدعوة تجاه الجماهير هيا بنا أن نضع مالكم في الوديعة على أساس المقاسمة في الربا والخسارة على أساس المضاربة أو أساس المشاركة. وإذا ربح البنك كثيرا ستحصلون كثيرا، إذا حصل البنك قليلا ستحصلون قليلا، هكذا. وكذلك من جانب التجاري لابد عليكم أن تهتم بالحلال، وكذلك أن تهتم بالمعايير الإسلامية، هكذا فقط. وكذلك في الإدارة التقوى البشرية، هناك القيم الإسلامي ليس فقط في المسجد والمدرسة، نان كلها إلى المؤسسة المالية هذه هي. أي نعم. طبعا هناك تكنيكيات من حيث التكنولوجيا، من حيث الكمبيوتر، من حيث السيستم وإنترنت. طبعا هذه الأمور إن شاء الله سهلة في وقتها. هناك تجربة عالمية من بنغلاديش بقيادة دكتور محمد يونس، ما يسمى بجرامين بنك، المصرف جرامين. طبعا المصرف للفقراء بالاسم المصرف للفقراء. فهو محمد يونس حاجة على جائزة نوبل العالمي. فكيف تجربته؟ تجربته هو يدخل إلى قرية صغيرة فقيرة يبحث عن الفقراء، ولكن لديهم التجارة، معظمهم الأمهات. يأخذ مثلا 800 أو 1000 أمهات في قرية معينة أو 500، بعدين يختار إلى 200. من 200 يقوم بالتدريب 4 أيام، بعدين بجمع 5 تدريب على الأمانة في التجارة، تدريب على الالتزام، تدريب على حضور أسبوعيا، وتدريب على إدارة المال، تفارق بين مال الدكان ومال المطبخ. هذا مهم، مال الدكان للتجارة، مال المطبخ للاستهلاك. أي نعم، إدارة السيولة، إدارة المال في البيت. ف محمد يونس قام بالجمع 5 أشخاص سموها بمجلس. مثلا مجلس يتكون من 30 أو 35. فهذا المجلس لابد أن يجتمع أسبوعيا. أوكي؟ تم طبعا القرض، ولكن في بنغلاديش على أساس التقليدي. قمنا بتغيير هذا النظام الجميل، وضعنا صيغة إسلامية. الأساس يقوم على أساس المرابحة أو أساس المشاركة أو أساس المضاربة. وكذلك في اجتماع لابد أن نبدأ بقراءة القرآن أو ذكر أسماء الله الحسنى، وكذلك نختتم بالدعاء. وفي الوسط هناك ما يسمى بإقرار، الإقرار أن هذا العمل يكون لوجه الله، والالتزام. ثانيا لابد أن نسترجع المبلغ، مثلا نقدم لهم في بداية الأمر 100 دولار أو ما يقارب 1000 درهم، فهذا 1000 درهم يرجع في غضون مثلا 3 أشهر، ترجعونها أسبوعيا بالتقسيط.
فلا بد عليك أن تأتي إلى المجلس وتسد هذا المبلغ أسبوعيا. أي نعم، ففي بداية البرنامج 3 أشهر لا هناك ربح ولا مقاسمة في أرباح ولا فائدة ولا شيء، قرض الحسن مجانا 3 أشهر إلى 6 أشهر. ولكن في 6 أشهر الثاني بعد أن تم سد الدفعة الأولى كاملا، بدأنا بالمرابحة، بدأنا بالإنتاج، بدأنا بالمشاركة، بدأنا بالمضاربة، بعدين نرقي من 100 دولار، من 1000 درهم إلى 200 دولار، إلى 2000 درهم. إذا نتيجتك طيبة إن شاء الله نرقيها إلى 300 دولار، إلى 3000 درهم، وهكذا. والحمد لله يعني درجة الرسوب قربت الصفر. أي نعم، لأن إيه؟ أولا لقاء أسبوعي، وثانيا البعد أو الجانب مالي، إضافة على هذا جانب اجتماعي، إضافة على هذا جانب الروحي والإيماني. يعني واحد لما نتكلم عن مضرة عدم إرجاء المال، مثل الغني ظلم كما قال صلى الله عليه وسلم. أي نعم، وكذلك كل ناس أو كل شهداء سيدخل الجنة إلى من عليه دين. أي نعم، طبعا هذه سبق مسؤولية، لا يحتاج إلى أي مستوى من التعليم، المهم لديهم الفهم، لديهم النية. أهم شيء أن يحضر في اللقاء الأسبوعي، هذا أهم شيء والشيء الوحيد، أن تحضري في اللقاء الأسبوعي. في هذا اللقاء يستغرق فقط ساعة، من 8 إلى 9 مجموعة أولى، مجموعة ثانية من 9 إلى 10، مجموعة ثالثة من 10 إلى 11، مجموعة رابعة من 11 إلى 12، هكذا. يعني يستغرق فقط ساعة، وهذا ندربهم بالالتزام on time. أوكي، ولكن بعد هذا هناك تدريب، نسأل كيف تجارتكم؟ نعم نحن بيع وشراء خضروات، نحن في مزرعة دواجن، نحن في مزرعة الغنم، ما أشبه ذلك من التجارة. وكذلك حتى قالت لنا يا أستاذ ما لدي عمل ولكن أساعد زوجي، هل ممكن؟ قلت ممكن جدا، يعني هي تستقرض تؤتي له زوجها وهو الذي يعمل في التجارة، ولكن طبعا هي ستسأل يا بابا أعطني المبلغ حتى أسد. وطبعا هذا تعاون بين الزوج والزوجة، وكذلك التزام. وأمر ثاني، هناك ما يسمى بباريباسو، إذا كان هناك مجموعة 5 رقم 2 تستقرض، رقم 1، رقم 3، 4، 5 سيكون ضامنا، يعني هم المشاركون في أداء التقسيط. يعني هذا ما يسمى بالسوشيال كولاترال، التضامن الاجتماعي. أي نعم. وثالثا نقدم لهم التأمين، يعني بسيط جدا، 1 على 2000. يعني مثلا إذا تستقرض 2000 دولار، فرسوم التأمين فقط $1، ل2000 درهم الرسوم فقط درهم 1، يا بلاش، ل2000 درهم قرض الرسوم فقط درهم 1، إذا توفي سيكون الدين مسددا، خلاص انتهى الأمر، لا يكون دين على الورثة، لا. يعني هذا نمجز بين التمويل والتأمين، تمويل الأصغر والتأمين الأصغر كذلك. طبعا هذه تجربة ألمانية، وإنما أخذناه إلى إندونيسيا، وقمنا بشركة تأمين للضعفاء وللفقراء. طبعا هذا ما شاء الله ممتاز لبلاد مثل المغرب العربي، وكذلك في الدول الآسيوي والدول الأفريقي، هذا ملائم، أولا تجاريا، ثانيا اجتماعيا، ثالثا إسلاميا. أنا أتحدى جماهير المغربية وأتحدى أي مؤسسات، ارسل لي 10 شباب
أخذهم إلى إندونيسيا، أدربهم شهر كامل في إندونيسيا في جامعتي وفي قريتي، قرية التمويل الإسلامي للتجار الأصغر. إن شاء الله بعد الشهر يرجعون إلى المغرب، سيطبقون ما وجدوا في إندونيسيا على أساس التمويلات الأصغر إسلاميا. بلاش من النظريات. هذا يعني الدعوة، هذه الدعوة وهذه التحديات. أدعوكم فقط 10 أو 20 شباب أو شابة يأتوا إلى جاكرتا، ندربهم ونرسلهم إلى كوريا حتى يتمشوا، حتى هناك حوار مع ضعفاء ومقرضين ومستقرضين ومع رجال الأعمال منا، يعني كيف الإدارة وكيف السيولة وكيف إدارة المجلس، كيف أوديت وما أوديت، كل شيء شهر تقريبا. وسنزودهم مثلا بالمشرف واحد أو اثنين في رباط أو في كاسابلانكا أو في مكناس أو في أغوتين، ما في مشكلة في أي، لأن تجري الشهر في إندونيسيا بدون تأشيرة، ونحن كإندونيسي نجلسنا 3 أشهر بدون تأشيرة. يا بلاش. نوفر لهم سكن خلال الشهر وترجي هنا وتطبق إن شاء الله برأس المال، ليس بكثير، برأس المال ليس بكثير، ممكن 100,000 دولار حتى 300,000 دولار. نقوم لغطاء تقريبا 3,000 مواطنين إن شاء الله. يعني هذه جربنا في كثير من المحافظات في إندونيسيا. شكرا. عفوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.